بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السيد العامل رؤساء المصالح الداخلية والخارجية، السادة رؤساء الجمعيات المدنية، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم وألف مرحبا داخل تكنة الوقاية المدنية بتنغير التي تحتفل باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يصادف فاتح مارس من كل سنة تحت شعار التقنيات المبتكرة في خدمة الوقاية المدنية. وأن حضوركم شرف واعتراف بالمجهودات الجبارة التي تقدمها الوقاية المدنية. أيها السادة الكرام، خير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا السيد عبد القادر الشويبي عضو المجلس العلمي المحلي بتنغير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. بعد إنصاتنا لهذه الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل، طالبين منه سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يحفظ أميرنا وملكنا محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه. والآن أنتقل بكم أيها السادة الكرام للاستماع إلى كلمة السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية الذي نكن له الاحترام والتقدير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. السيد عامل إقليم تنغير، السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، السادة رؤساء المجالس والجماعات، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة رؤساء المصالح العسكرية والأمنية الإقليمية، السادة
رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية، السادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية، أيها الحضور الكريم، بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يتزامن مع فاتح مارس 2024، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد الوقاية المدنية التابعين للقيادة الإقليمية لإقليم تنغير، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على الحضور لفعاليات الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية. السيد العامل المحترم، أيها الحضور الكريم، لقد اختارت المنظمة الدولية للحماية المدنية كشعار لاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية لهذه السنة التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية، وذلك لما شهده العالم في الآونة الأخيرة من تقدم ملحوظ في التكنولوجيا التي تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية عناصر الوقاية المدنية وتحسين قدراتهم على مواجهة الكوارث وحماية المواطنين بشكل أفضل، إذ يوفر البحث العلمي في مجال التكنولوجيا للفاعلين في مجال الوقاية المدنية حلولاً مبتكرة تسمح لهم بتحسين الاستجابة أثناء حالات الطوارئ. ومن أجل إنجاز المهام الإنسانية المنوطة بها على أفضل وجه، تستعين مصالح الوقاية المدنية بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال رصد الأخطار والتأهب للكوارث. على سبيل المثال، إلى الحصر أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المدمجة في شاحنة مركز القيادة المتنقل لتنسيق التدخلات في حالة الطوارئ في المناطق المعزولة التي لا تغطيها الشبكات الأرضية، والطائرات بدون طيار أو الدرون المستخدمة في البحث والاستكشاف في المواقع التي يتعذر الوصول إليها، لا سيما أثناء حرائق الغابات أو الانهيارات، وجهاز السونار متعدد الحزم لتحديد مواقع الغرق المحتملين تحت الماء، بالإضافة إلى وسائل أخرى مجهزة ببرمجيات الجيل الجديد كنظم المعلومات الجغرافية أو SIG مثلاً. فالتقنيات المبتكرة في مجال البحث العلمي تستجيب للتحديات الرئيسية للوقاية المدنية في مجالات تقييم المخاطر والوقاية والإعداد والاستجابة، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحسين قدراتها من أجل الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والحوادث المختلفة، مما يضمن مستقبلاً أكثر أمناً ومرونة واستدامة للأجيال القادمة. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، إن الهدف الرئيسي من وراء اعتماد يوم عالمي خاص بالوقاية المدنية من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية، إضافة للتنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تطلع به أجهزة الوقاية المدنية في الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من أخطار الكوارث الطبيعية والحوادث البشرية المختلفة، هو تذكير وحث للدول بشكل مستمر بضرورة إيلاء الاهتمام الكافي بالوقاية المدنية والعناية بها وتوجيه الدعم اللازم لها لكي تقوم بدورها الحيوي والنبيل على أتم وجه. فأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات جليلة للمجتمع تظهر بشكل خاص خلال الأزمات والكوارث الكبرى، خصوصاً تلك التي تحدث دون سابق إنذار وتسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهنا نستحضر الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز في شتنبر الماضي، والذي أودى بحياة آلاف الضحايا وخلف خسائر مادية جسيمة، والمباني والممتلكات والبنيات التحتية، إذ أن مصالح الوقاية المدنية إلى جانب القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطة والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والأطقم الطبية وغيرهم من المتدخلين، كانت من بين الأجهزة الفعالة في مواجهة تلك الكارثة الطبيعية، وكان لها دور حاسم في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم والمساعدة وإيواء المنكوبين والتخفيف بذلك من حدة الكارثة على المتضررين.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار التقلبات المناخية الأخيرة وموجات الحر والبرد الناتج عنها وما تخلفه من كوارث، أصبح تطوير جهاز الوقاية المدنية أكثر من أي وقت مضى أمراً ملحاً ومن الأولويات القصوى نظراً لانعكاساته الإيجابية على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب استغلال ودمج التقنيات المبتكرة في إدارة المخاطر والكوارث استجابة لتوصيات المنظمة الدولية للحماية المدنية، مع تضافر جهود جميع المتدخلين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التدبير الأمثل للكوارث والحد من آثارها. هذا دون أن ننسى أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة والتقدم الحاصل في مجال تدبير الكوارث في بلادنا، فإن الأمر لن يكتمل بدون نشر ثقافة الوقاية من الأخطار والكوارث وتكثيف البرامج التحسيسية الموجهة للمواطن لحثه عن تغيير سلوكه اتجاه المخاطر، واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع الحوادث اليومية المختلفة. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، كما جرت العادة فإن المديرية العامة للوقاية المدنية تفتح أبواب جميع وحداتها الترابية عبر المملكة في فاتح مارس من كل سنة في إطار استراتيجياتها التواصلية مع المواطنين، وهي مناسبة لترسيخ ثقافة التعامل مع المخاطر لدى المواطن وتشجيعه ليكون فاعلاً في الحفاظ على سلامته الشخصية عبر تنظيم مناورات تتعلق بتدخلات الإنقاذ والإغاثة وكيفية إطفاء الحرائق وتقديم ورشات، بإضافة إلى عرض حصيلة أهم التدخلات المسجلة سنوياً من طرف مصالح الوقاية المدنية. كما تقوم هذه المصالح أيضاً بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بهم، مع عرض أشرطة تحسيسية وتوزيع منشورات ومطويات وتحتوي على تعليمات السلامة اللازمة لتفادي بعض المخاطر المرتبطة بالحياة اليومية للأشخاص. السيد العام المحترم، نجدد شكرنا لكم على الحضور وعلى العناية الخاصة التي ما فتئتم تولونها لهذه الهيئة، وعلى الدعم الذي نلمسه من جنابكم في مختلف المناسبات، مؤكدين على الاستعداد التام والتأهب المستمر لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية والحوادث اليومية المختلفة، وأن رجال هذا الجهاز سيظلون يعملون بكل جهد ونكران للذات في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز تحت شعارهم الخالد: الله، الوطن، الملك. وفي الأخير نود أن نغتنم هذه المناسبة الاحتفالية لرجال ونساء الوقاية المدنية، لنؤكد لكم أن جميع عناصر هذه الهيئة من ضباط وضباط الصف وأعوان إغاثة وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون ولاءهم وإخلاصهم للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعين الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي عهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع عليم مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.